للحديث أكثر عن أسعار النفط ينضم إلينا من دبي نائب رئيس قسم البحوث في فوركس تايم جميل أحمد. سيد جميل أرحب بك في هذه الساعة معنا. سأبدأ معك في حديث النفط. من بيانات مخزونات الخام الأسبوع الماضي نتحدث عن أدنى مستويات في 7 أشهر تقريبا، ورأينا تفاعل الأسعار معها. إلى أي درجة يمكن أن نقرأ في هذه البيانات مؤشر على أن اتفاق خفض الإنتاج بدأ يثمر بالفعل؟ Thank you very much for having me. So what we've seen over ما شهدناه خلال الساعات 24 الماضية تشير إلى ارتفاع الأسعار. أسعار النفط ارتفعت ب3 دولارات تقريبا. إذن ما يحتاج إليه السوق هو طبعا مؤشرات مستدامة بأن المستويات لدى الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنخفض. هذا ما تعمل عليه المجموعة حول الاتفاق، وما رأيناه خلال الفترة الماضية هو ارتفاع المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية والثقة في انخفاضها، وبيانات إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية سيبعث الثقة. طيب سيد جميل، يعني ذكرت ننتظر المزيد من المؤشرات، لكن إذا نظرنا في الإنتاج سواء أوبيك أو حتى إدارة معلومات الطاقة تحدثت عن ارتفاع في إنتاج النفط الأمريكي خلال هذا العام. بعض المراقبين يعتقدون بأن الإنتاج سيرتفع أكثر من تقديرات حتى إدارة معلومات الطاقة 9 ملايين و300 ألف برميل يوميا. هل توافق هذا الرأي بداية؟ هذا ممكن، وهذا أساس اللعبة خلال السنوات الماضية، الإفراط في الإنتاج في الأسواق. ما تحتاج إليه الأسواق لعودة الأسعار لما كانت عليه منذ 3 سنوات وزيادة الطلب على النفط وتراجع العرض. إذن على الأوبك أن تنظر في استمرار اتفاق خفض الإنتاج ربما، ولكن اللعب الأساسي حاليا هو إنتاج النفط النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر عالية حاليا. ما نحتاج إليه هو تخفيض هذا النوع من الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عندها يمكننا أن نتوقع نتائج إيجابية. طيب سيد جميل، يعني نتحدث عن ارتفاع مستمر في إنتاج النفط الأمريكي وربما إلى مستويات أكثر من التي ذكرناها مع تحسن الأسعار. ما الذي يمكن لأوبيك أن تفعله؟ هل تمديد خفض الإنتاج، اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام كاف، أم نحن أو السوق بحاجة إلى مزيد من الخفض عن النسب التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر الماضي؟ أعتقد أن هناك عاملين أساسيين يجب على أوبك أن تنظر فيها. أولا تمديد اتفاق خفض الإنتاج لأكثر ولأبعد من نهاية العام. ثانيا ربما تخفيض هذه الكمية أكثر، أي تخفيض عدد البراميل اليومية، إنتاج البراميل اليومية أكثر مما تتفق عليه حاليا. ولكن إن خفضت هذا الإنتاج فإنها سوف ربما تشجع على استعادة الأسعار، وأيضا أي إنتاج أو تقليص إنتاج من أوبك لن يكون مجديا في حال لم يوازيه التخفيض في الولايات المتحدة. طيب نحن نتحدث عن إنتاج النفط الأمريكي، هذا أكبر تحدي تواجهه أوبك، لكن خلال الدورة الجديدة من مفاوضات خفض الإنتاج، ما هي العوامل الأخرى التي يمكن أن تشكل مطبات بالنسبة لأوبك، مثل زيادة إنتاج النفط الليبي على سبيل المثال؟ إلى أين يجب أن ننظر إلى جانب تحدي ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي؟ أعتقد أن التحديات الأساسية لأوبك حاليا هو أنها ما عادت مسيطرة بالكامل على سوق النفط كما كانت في الماضي. فهناك الكثير من المنتجين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتي قد تزيد إنتاجها، وإنتاج في دول أخرى منها ليبيا التي ذكرتها. من بين التحديات التي تواجهها أوبك هو ربما تضارب في المصالح بينها وبين جهات أخرى. وما أعني هنا أن اتفاق خفض الإنتاج الحالي ليس
ملزما قانونيا. بالتالي يجب أن يكون هناك ثقة بين أعضاء أوبك وأيضا اللاعبين والمنتجين من خارجها مثل روسيا، والتي يجب أن توافق على خفض هذا الإنتاج لفترة أطول. بالتالي على أوبك أن تحصل على ثقة أو أن تتفق مع الدول غير الأعضاء، وعليها أن تقول أننا نعم اتفقنا على منع زيادة الإنتاج، وهذا من شأنه أن يؤدي تعافي على المدى الطويل في الأسعار. نعم، أنا أشكرك جزيلا من دبي نائب رئيس قسم البحوث في فوركس تايم جميل أحمد.